أولا نحاول نفهم من حضرتك النهاردة ما جاء في حديث رئيس الوزراء، كان بيتحدث عن أن كان في مطالبات من قطاع من الشارع المصري، وكان في حتى أنباء متضاربة من أن مجلس الوزراء قد أقر بالفعل جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. حديث رئيس الوزراء النهاردة لم ينفي ولم يؤكد بحسب ما فهمنا، هو تحدث عن أن هذا سيتقرر في اجتماع مجلس الوزراء غدا. هل ما فهمناه هو الصواب ولا في تفاصيل غايبة عننا؟ لا، اولا اتقدم بس من خلال حضرتك القناه بكل المواساه والتعازي لاسر شهدائنا والمصابين سواء من وزاره الداخليه او من الساده المواطنين. ثانيا، لم يحدث اي تضارب على الاطلاق. تصريح السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بان جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه لم يكن المره الاولى التي يذكر سيادته فيها هذا، ذكر من قبل انه على المستوى الفكري والسياسي ويعتبرها جماعه ارهابيه، ولكن ينتظر ايضا صدور حكم قضائي من الجهه المختصه من السلطه القضائيه لتقوم السلطه التنفيذيه او الحكومه او الدوله بتنفيذه فور صدوره. انا يعني بس احب اشير في هذه النقطه لاني واضح ان هي بتجد اهتمام كبير سواء من رجل الشارع او من دوائر الاعلام المختلفه. نرجو ان يعني تقديري وتقدير المجلس ان التركيز يجب ان يكون في هذه المرحله ليس على المسمى او تصنيف الجماعه من عدمه، ولكن على اتخاذ إجراءات واقعية وحقيقية على الأرض يشعر بها المواطن لمواجهة الإرهاب. وهذا ما أريد أن أفهمه من حضرتك، هل هذا التصنيف اللي الناس بتتساءل عنه هذا، هل ده بيعني أن سيترتب عليه أشياء ولا هو مجرد إجراء معنوي؟ هل له أي ترجمة قانونية على الأرض؟ هل هو إجراء سياسي ولا إجراء قانوني؟ وإيه اللي بيترتب عليه؟ لا، هو إجراء قانوني في الأساس، ولكن زي ما قلت لحضرتك سياسيا وفكريا السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء يعتبرها جماعة إرهابية. ولكن في تقديري معظم الإجراءات التي ستترتب على إعلان الجماعة قانونيا جماعة إرهابية تتخذها الحكومة بالفعل، أو على الأقل جزء كبير منها، حوالي 80-90% من هذه الإجراءات، زي تكثيف منابع التمويل، إنشاء دوائر خاصة. استجاب الحقيقة السيد رئيس محكمة التقنية في القاهرة لمناشدة مجلس الوزراء بتخصيص 8 دوائر لتحقيق العدالة الناجزة ومحاكمة كبار قيادات الجماعة أو المرتبطين بهم في سرعة وحث، وأيضا اجتماع الذي عقد اليوم للجنة التابعة لمجلس الوزراء لحصر والتحفظ على كل ممتلكات وأملاك التنظيم والجماعة والجمعية وكل الشركات والمدارس والجمعيات التابعة لهم. ففي رأيي إعلان الجماعة جماعة إرهابية لا يجب أن يكون هو الهدف في حد ذاته، يجب أن يكون هدفنا جميعا شعبا ومجتمعا مدنيا وحكومه ودوله وكل الجهات القضاء ومواجهه الارهاب. كيف يتم هذا؟ هذا موضوع اخر، ولكن تقديري اننا سنلمس باذن الله في الفتره الحاليه والقادمه اجراءات حقيقيه تسهم الى حد كبير في الحد من هذه الحاله. يعني هذا ما توقعه البعض النهارده، ان تكون كلمه رئيس الوزراء تحتوي على بعض الاجراءات، او ان يكون مثلا في مجلس وزراء يعقد بصوره استثنائيه النهارده ليكون لدينا اجراءات عندما يخرج رئيس الوزراء يتحدث عنها، فهل كان هذا الامر وارد يا فندم؟ هو يعني كان تقدير السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء زي ما قلت لحضرتك انه الحادث ومتابعته يستحوذ على الجزء الاكبر من اليوم منذ فجر الساعات الاولى من صباح اليوم، وكان التقدير ايضا داخل المجلس ان انعقاد اللجنه المشكله بقرار بعد الحكم الصادر في 23 سبتمبر الماضي لحظر نشاط التنظيم والجماعه والجمعيه هو اهم في الواقع من انعقاد المجلس باكمله. على كل حال، المجلس يعقد غدا باذن الله، وسيخصص الجزء الاكبر من وقته لبحث ايضا مجموعه من الاجراءات في هذا الصدد. وكان الاجتماع اليوم اللي زي ما ذكرت لحضرتك هو الاجراءات العمليه التي نريدها جميعا، يعني رجل الشارع عندما يطالب باعلان الجماعه جماعه ارهابيه هو يريد ان يرى نتيجه لهذا. جميل. تقديري ان النتيجه بالفعل نعمل نسير فيها على قدم وساق، وباذن الله يلمس الشارع نتائج ايجابيه على عن قريب. جميل، وهذا ينقلنا الى البيان اللي صدر النهارده من الرئاسه واللي اشار الى ثمه اجراءات استثنائيه. هل ستناقش هذه الاجراءات، وايه هي الاجراءات اللي هتناقش امام مجلس الوزراء غدا يا فندم؟ يعني بيان مؤسسه الرئاسه له كل التقدير والاحترام، و يعني توجيهات لكل جهات الدوله المعنيه، سواء هناك اجراءات استثنائيه من عدمه نناقش كل البدائل المطروحه غدا. في تقديري انه حتى بدون اي اجراءات استثنائيه الدوله قادره على مواجهه هذه الفتن، ولكن في ظل الظروف الدقيقه التي نمر بها توجيهات السيد رئيس الجمهوريه بالطبع
وبطبيعة الحال يأخذها المجلس خلال اجتماعه غدا في الحسبان. هل في أي إجراءات بعينها ستعرض غدا على مجلس الوزراء من أجل ما أشار إليه رئيس الجمهورية أو ما أشار إليه حتى رئيس الوزراء من مواجهة هذا الإرهاب؟ بطبيعة الحال سيتم يعني دراسة مجموعة كبيرة من الإجراءات، أولها السيد وزير الداخلية وما سيعرضه سيادته من تقرير عن الحادث ومرتكبيه وكيفية منعه والتعامل معه في المستقبل، أيضا ما أعلنه سيادته منذ فترة قريبة عن القبض على مجموعة كبيرة من قيادات الصف الثاني والثالث من الجماعة، ومنع العشرات، أنا أقدر أقول لحضرتك تم منع العشرات من حوادث أكثر خطورة من هذا الحادث خلال الفترة الماضية، ولم يتم الإعلان عنها لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. طيب يا فندم، هل هيكون في إجراءات متعلقة بالشؤون الخارجية ولا سيما إن البيان الرئاسي أشار بصورة واضحة إلى ذلك؟ يعني أنا الاجتماع هيبحث مجموعة واسعة من الإجراءات سواء داخليا أو خارجيا، والسيد وزير الخارجية بالطبع سيعرض تقريرا عن يعني ردود الأفعال خارجيا بالنسبة لاستقبال هذا الحادث سواء على مستوى مسؤولي الدول الكبرى أو من خلال وسائل الإعلام العالمية، كل أمور على الصعيدين الداخلي والخارجي يتم طرحها في بداية الاجتماع ونخلص إلى أفضل البدائل لصالح المواطن، ولكن يعني نتحسب لكل ما يمكن أن تؤدي إليه القرارات من ردود أفعال على كل الأفراد. شكرا جزيلا لحضرتك سعادة سفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيوفي في الاستوديو، كنت أسأل عن ملابسات هذا الحادث، سيادة السفير بيتكلم عن أن في حوادث ربما كانت أخطر وتم منعها. ما أريد أن أسأل هنا وأشرك معي في الأستاذ أحمد فوزي هذا التركيز على فكرة إعلان الجماعة جماعة إرهابية، بدأ أن في ضغط من الشارع على هذا الأمر كما لو كان هو غاية في حد ذاته، من وجهة نظرك إيه اللي هيترتب على هذا الإعلان وهو مش موجود دلوقتي؟ لا، أنا عايز أعزي أسر الضحايا كلهم وأعزي الشهداء اللي موجودين سواء من رجال الشرطة أو من المدنيين، أقول إنه ده حادث أليم جدا وخسيس وغادر، وأنا الحقيقة ما بلاقيش أي مبرر لشخص إنه بيعمل كده. أنا مش فاهم هو ثقافة إنه هو متصور إنه هو بيخدم الدين، أو ثقافة إنه هو متصور إنه ممكن يرجع شخص للحكم. هو ما بيعملش حاجة غير إنه فقير وغلبان، في ناس بيضحك عليه وبيقتل فقراء وغلبة زيه، يعني كل الناس اللي راحت في الحوادث